أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قامت بعض الجهات التنصيرية ببث قنواتها باللغة العربية للتنصير. قامت بعض الجهات التنصيرية ببث قنواتها باللغة العربية لأجل التنصير على الجهاز الرقمي المسمى ديجيتال. السؤال: ما حكم من يقتني هذا الجهاز ويركبه ويظهره في بيته؟ لا يجوز هذا إلا لمن عنده علم ويريد الاطلاع لأجل الرد عليهم، لأجل الرد عليهم ورد كيدهم. أما يبي يأخذ للتفرج فقط، أو هو جاهل ولا يدري، أو يحطها عند عياله أو بناته، ما يجوز هذا. ما يجوز أنك تدخل الدعوة إلى الكفر في بيتك. نعم، إلا في حالة واحدة: العالم المتمكن الذي يريد الاطلاع على شرهم من أجل أن يعمل له مقاومة. نعم.